يا ميزة يا يوسف. يسلم ايديك. اتفضل. يسلم، شكرا. انت بس فهمني شو بدك بالضبط؟ انا اللي عم بفكر فيه انه بدي اكتب عن حالة انسانية صارت بالقصف على الشام. ما فهمتك بالضبط شو؟ في كثير اشياء مثل تشرد الناس، موت الشباب. فهمت عليك، فهمت عليك تماما شو بدك. يعني بتقدر تساعدني بهالشيء؟ طبعا، اجوبتك كلياتها عند ام منصور. عفوا، مين ام منصور؟ يا سيدي، ام منصور والدته لشاب كان بالقوى الامن الداخلي واستشهد. الله يرحمه. وعندها بنت كمان بتشتغل الان بمدرسه. طيب، هذا الكلام كثير منيح، بس ايمت فينا نقابلها؟ بكره، بعد بكره، الوقت اللي بيناسبك، ما في مشكله. تمام، ان شاء الله باقرب وقت. لا حول ولا قوه الا بالله. شو صار لها البنت؟ انت بعت لي حلم عليك. بعت فيني اتحلم. شو صار لك؟ تخبريني شو واجهك. سلامتك يا روحي. يا مو خلينا نلبسها للبنت، اخذها لعند الدكتوره نسيبها. لا 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 يا مو، لا بتجيبي الدكتوره لهو. صفية ما بتطلع برات البيت. حاضر، حكفي لبسي وارجع. يلا بسرعه، بعت لي حلم عليك. يا قلبي شو صار لك انت؟ من بعد اذنك يا بي، أنا حابب أطلع على بيروت شوف أمي وأرجع. شو علي يا بي؟ روح، الله معك. يعني ما عندك مانع يا بي؟ لك أبي ليش حتى يكون عندي مانع؟ الله يرضى عليك. بعدين هي بتضل أمها، ويا ريت تفهمني منها ليش عملت هالعملة. مشي يا بي إن شاء الله. يلا قوم تيسر، الله يرضى عليك، وجهز أمورك قبل السفر. مشي يا بي. بدك شي من بيروت يا بي؟ بدي تروح وترجع بالسلامة، الله معك. الله يسلمك يا بي. أبو شامان بدك شي من بيروت؟ تروح وترجع بالسلامة عمي أحياء. الله يسلمك عمي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. يا بي لا تطول. شو القصة حكي؟ لك شو قصتك أنت؟ أنت شو قصتك؟ لسه كل شيء رح تحشر لي أنفك فيها؟ قوم على شغلك، قوم قوم. على راسي عقيد، على راسي. واد وين كنت ليلة قتل عزام يا شكري؟ رجعتوا انت مو على بعضك. معقول انت يلي قتلته؟ لا 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 اخي، ما بيعملها، ما بيعملها. يا رب يا رب ما يكون شكري عاملها وقاتله. يا رب يا رب.